من جهتها أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا على مواصلة الجهود للحد من انتشار الفيروس والاستمرار في ضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق أعلى المستويات وتكثيفها بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. بالنسبة إلى الموضوع الأهم يمكن يشغل الجميع اللي هو نتيجة الحملة الاستباقية واللي من خلالها شفنا حالات متزايدة من في العمالة الوافدة. هذا موضوع جدا مهم، لأن هذا مثل ما تفضل سعادة الدكتور وليد المانع ودكتور مناف، إن هذا كان متوقع لأسباب جدا بسيطة بس جدا مهمة، وهو التجمع. هذه النظرية اللي العالم كله يتكلم عنها اللي هي التباعد الاجتماعي، هذه أساس، هي أساس، فهو التجمع في مساكنهم هو كان السبب الرئيسي لزيادة هذه الأعداد، وهذا ما ينطبق فقط على العمالة الوافدة، احنا نتكلم ومثل ما عممنا من خلال الحملة الوطنية ونتكلم ان التباعد الاجتماعي أساسي، خطوة أساسية، هذا ما يعني ما بيكون فيها أي نوع من التراخي سواء حين والله إلى الأسابيع القادمة إلى ما إن شاء الله نعدي هذه الفترة ويكون عندنا النتائج الإيجابية اللي نتوقعها. بالإضافة إلى الأسباب الأخرى اللي احنا نؤكد عليها والإجراءات الاحترازية واللي ذكرها الزملاء، بس أنا أرد أكرر إن هي جدا مهمة، وأعتقد هذا ينتج من احنا نتكلم على الأشياء الأساسية في العلم، الوقاية خير من العلاج، فإحنا لما نكون ممكن احنا نقلل من انتشار الفيروس، تقليل من عدد الحالات، فالحالات بعدين اللي هي تكون غير مستقرة بتكون أقل، احتياجنا للعلاج أقل، وهذا بيرفع إن شاء الله نسبة التعافي إلى أعلى في البحرين، في مملكة البحرين. أحب أني أكرر ما ذكره الزملاء، ما راح يكون إحنا نوصل لمرحلة فعلًا الحد من الانتشار إلا بتعاون الجميع. هذا التعامل مع هذا الفيروس، كل شخص فينا سواء كان ضمن الفريق البحريني الطبي، في جميع الجهات الحكومية الغير حكومية اللي يشتغلون في أمام الناس ولا في الكواليس، كلنا الناس في بيوتهم المقيمين والمواطنين يجب أن تكون يداً واحدة، لأن أي خلل في أي نقطة من هذه النقاط راح يأثر على كل المنظومة في التعامل مع الفيروس، وهذا ما تؤكد عليه جميع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، وإن شاء الله يحفظ الجميع وبالتوفيق إن شاء الله.